شايف قسم من الناس لما يجي شهر رمضان يهونوا عن النوافل. يا جماعة رمضان شهر الطاعة، انت كنت في سائر الأيام ما تترك نوافل صلاة المغرب، الآن وقت اللي اجى الموسم اللي فيه الجزاء والعطاء بلا حدود، هذا تضيعه عليك؟ لذلك أنا أدعو أولا المصلون ينبغي أن يقولوا لإمام الجماعة، وبعض أئمة الجماعة يقول بعد المصلون مستعجلون يريد يروح يفطر، فأنا مضطر أنه أصلي صلاة مقشرة لا فيها لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا نافلة ولا هم يحزنون. يابا هذا مو زين. رمضان فرصة تهتبل لأجل الطاعة. أنا اللي كنت في درجة 60 في شعبان في شهر رمضان أصير في درجة 30، مش معقول.